الذهاب إلى مكة يعتبر سفر فيمكن القصر والجنة في الصلاة. والله من جدة إلى مكة، من العلماء من يقول إن الوقت الآن أصبح قليل، لأن نهاية العمران من مكة من جدة ومكة يكون تقريبا بين مكة وجدة ما يقال 60 كيلو، وهذا أقل من 80 كيلو. من العلماء من يقول لا، جدة منطقة مستقلة بعيدة ويقصر فيها الصلاة، فمن يعني ترجح له ذلك يقصر وإن لم يتم. يعني يمكن القصر أم لا يمكن؟ إن قصرت فلا مانع، وإن لم تقصروا فلا مانع. يعني